حد عكسك واللي قالوا ضحكتي غصب عنك ما قدرتيش تمسكي نفسك؟ لا دي على طول بضحك. هقول لك بقى. عملت مشهد كنت ضيفه في اكس لارج. ها خلاص ايوه ده مشهد فظيع على فكره. حافظه كلام المشهد. ايوه انا ما ناس انا ماشي في الشارع الاقي حد يقول لي انا بحب البوس قوي. ليه يا فندم؟ ليه؟ ممكن حد يشوفني يقول لي انا بحب البوس قوي. اجي الاقي حد يقول لي ايه؟ انا عندي اربع حسنات في ده. اقول له ايه ده؟ ليه حد ممكن يعمل معايا كده؟ فدي اغرب الحاجات اللي بسمعها. بتضحكي؟ بضحك جدا طبعا. بضحك جدا وبتكسف جدا لما يبقى معايا حد مش فاهم. انا بحب البوس قوي بنعم في بس يعني بتبقى لطيفه. ادي لما مشهد ينجح لي. شكلها حصلت لك كتير كتير. لا بس هو مشهد يعني هو كان علامه في الفيلم صراحه. ربنا يخليك. يعني انت حتى لما بتطلعي ضيفه شرف في فيلم وحتى لو مشهد واحد بتسيبي العلامه بتاعتك. الحمد لله الحمد لله. فهو المشهد ده شخصيا انا بشوفه شفته مره واثنين وثلاثه وبضحك عليه كل مره بشوفه. الحمد لله. دي حقيقه. انا مبسوطه قوي ان الناس بتحبه. لا الناس بتقولي لا بس مش متخيله الناس بتقولك في الشارع. والله ببقى ماشيه مع ناس صحابي ببقى خدش انا بحب البوس قوي. ليه؟ بتردي عليهم تقولي لهم ايه لما حد بيقول لك كده؟ بضحك بنبسط ان الناس تبقى حافظه حوارك او ناس حافظه شغلك او ناس بتقدرك في الشارع بشكل بيحتفل بيكي في ان هم يقولوا لك حوارك في مشهد في فيلم. ايوه انا رحت عملت مشهد واحد يعني ولغايه دلوقتي الناس بتتكلم عليه وناس بتحبه ف حاجه حلوه.